السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بطلابنا الغاليين في درس جديد من دروس الماث 1 و 3 وما في حكمها من أرقام. وكلامنا النهاردة عن المتريسيز البيزك أوبريشنز، إزاي نعمل addition and subtraction لتو متريسيز، إزاي نعمل أو نوجد متريكس مجهولة من equation فيها جمع أو طرح أو ضرب، ازاي نضرب two matrices او ازاي نضرب matrix في رقم، وازاي نعمل matrix product لtwo matrices. واحدة واحدة كده نمشي مع بعض، هنلاقي ان الموضوع سهل، وطبعا يمكن مر علينا في كورسات سابقة، كورسات math يعني قبل الكورس المقرر ده، الحاجات دي كانت موجودة ولكن ربما يعني متفرقة في دروس مختلفة ومواضيع مختلفة. What is a matrix؟ زي ما احنا شايفين هي مجموعة من الصفوف والأعمدة فيها elements. الصف الأولاني row 1، الصف الثاني row 2 row 3 column 1 2 3. فالإليمنت الأولاني A الصف الأول والعمود الأول، A الصف الأول والعمود الثاني، A الصف الأول والعمود الثالث، وهكذا. الصف الثاني العمود الأول، ثاني عمود ثاني، ده الإليمنت اللي موجود في الصف الثاني العمود الثالث، وهكذا. السايز بتاع الماتريكس عدد الصفوف هنسميه N، وعدد الكولومز نسميه M، فهتكون N في M. عدد الحدود هي عدد الصفوف ضرب عدد الأعمدة. فمثلا المتريكس دي فيها 3 صفوف و3 أعمدة، وبالتالي فيها 9 elements اللي هو 3 في 3. المتريكس دي عبارة عن 3 صفوف في عمودين، هنقول 3 في 2، وفيها 6 elements. المتريكس دي عبارة عن صفين في 3 أعمدة وفيها 6 elements. الإي صفين في عمودين فيها 4 elements. البي عبارة عن صف واحد في 3 أعمدة، يعني واحد في 3، وفيها 3 elements. السي 3 صفوف 3 في عمود واحد، ف 3 by 1، وفيها 3 حدود أو 3 elements. إزاي نجمع 2 matrices؟ لو عندنا matrix الأولى 2 في 2، لازم الثانية عشان نجمعها تكون 2 في 2، يعني لازم السايزز تكون متساوية بالظبط، only with same size. ما ينفعش اجمع 2 by 3 مع 3 by 2 مثلا او 3 by 4، ما ينفعش، لازم نفس السايز. بجمع كل element مع ما يقابله، يبقى A زائد W هيجي هنا B plus X C plus Y D plus Z. فمثلا دي 2 في 3 ودي 2 في 3، نجمع 2 مع 3 ب5، ماينس 3 مع 1 ماينس 2، 0 مع 2 ب2، 1 مع ماينس 3 بماينس 2، 2 مع 2 ب4، والماينس 5 مع 5 ب0. ما اقدرش اجمع 2 في 3 مع 3 في 2، not defined، لا يمكن نجمعها، لان مثلا ماينس 2 ده اجمعه مع مين؟ مفيش حاجة هنا، يعني أجمع 5 مع الماينس 1، 0 مع 7، والماينس 2 المفروض أجمعه مع حاجة هنا مش موجودة. نفس الشيء دول بعد ما أخلص الصفين دول مش موجود ليهم صف. لازم تكون السايزز متساوية عشان أقدر أجمع أو أقدر أطرح. دي 3 في 2 مع 3 في 2 أقدر أجمع، فأقول 3 زائد ماينس 2 ماينس 1، 2 مع 3 ب5، ماينس 1 مع 1 ب0، ماينس 1 مع ماينس 1 بماينس 2، 0 مع 2 ب2، و3 مع ماينس 2 يبقى 1. ده الناتج اللي احنا قلناه. الطرح ممكن احوله لجمع، يعني عندي ماتريكس ماينس ماتريكس، ادخل الماينس دي على كل الحدود وقلت بلس، يبقى الماتريكس الاولى نزلت زي ما هي وقلت بلس، والماينس هتغير إشارة كل اللي جوه، ده هيبقى 2 وده ماينس 2، ده يبقى ماينس 3 وده ماينس 4،
وبعدين نجمع عادي بقى، 3 مع 2 5، ماينس 2 مع ماينس 2 بماينس 4، 5 مع ماينس 3 ب 2، 0 مع ماينس 4 بماينس 4. دي طريقة يعني تسهل شوية إنك تحول كل الطرح لجمع. ممكن تطرح على طول لو تحب، بس هتقول 3 ماينس ماينس 2 ب 5، ماينس 2 ماينس 2 ماينس 4، 5 ماينس 3 2، 5 ماينس 4 0 ماينس 4 بماينس 4. فممكن تطرح مباشرة، وممكن دخل الماينس على كل الحدود، توزعها على كل الحدود، خلي دي بلس زي ما شفنا. عندك طريقتين للحل، حل زي ما انت عايز. هنا 1 في 3 1 في 3 اقدر اطرح، فاقول ممكن اطرح على طول، اقول 2 ماينس 3 ماينس 1، ماينس 3 ماينس ماينس 2 بماينس 3 زائد 2 بماينس 1، 5 ماينس 1 ب 4. ده طريقة. أو الطريقة التانية، كنت حطيت دي بلس وخليت هنا ماينس، هنا بلس وهنا ماينس، وبعدين أجمع عادي يطلع نفس الجواب. ممكن يدينا إيكويشن زي كده، A B C D، دي ماتريكس حدودها مجهولة، ماينس ماتريكس تانية ومديني الجواب. معنى كده إيه؟ إن A ماينس 2 بتساوي 4، A ماينس 2 بتساوي 4، يبقى الـ A بتساوي 6. البي ماينس ماينس واحد يعني ايه؟ يعني بي بلس واحد يساوي 3، يبقى بي بلس واحد يساوي 3، يبقى البي بتساوي 2، 3 ناقص واحد ب2. سي ماينس ماينس 5 يعني سي بلس 5 بتساوي ماينس 2، يبقى السي هتساوي دي تروح من هنا تبقى ماينس 7. دي ماينس 6 ب4، يبقى الستة تروح من هنا بالموجب يبقى 10. ده حل. الحل التاني اخد الماتريكس دي كلها واديها الناحية التانية بالبلس، كل دي تبقى بالبلس، وبالتالي اجمع بقى جمع عادي. يبقى ليه عبارة عن ايه؟ 4 و 2 6، 3 ماينس 1 وماينس 2، ماينس 5، يعني كل دول جم من هنا بالموجب، يعني ده الإشارة دي خلت ده القوس كله أو الماتريكس كلها تيجي بالموجب، الحدود زي ما هي. وماينس 5 مع ماينس 2 ماينس 7، وستة مع أربعة عشر. يبقى طريقة إن أنا أقدر أجيب الميتريكس دي كلها بإشارة بلس وأجمع التو ميتريكس عادي ويطلع ده الناتج. نفس الشيء هنا، أقدر الماينس دي الميتريكس دي كلها تروح من هنا بالبلس، وبالتالي الـ A B C D نجمع عادي بقى. فنجمع ماينس 4 مع ماينس 2 بماينس 6، 2 مع 5 ب 7، 1 مع 8 ب 9، ماينس 3 مع 2 بماينس 1، دي قيم الـ A B C D. أو كنت تقول A ماينس ماينس 4 يعني A بلس 4 بتساوي ماينس 2، وبالتالي الـ A بتساوي ماينس 6، وهكذا. فأنت ليك حق تغير دي اللي بلس تيجي الناحية التانية وتغيرها لبلس، تجمع عادي، ده أفضل وأسهل يعني. إزاي نعمل multiplication لمتريكس باي نمبر؟ يعني المتريكس دي عايزين نضربها، نضرب حدودها كلها في ماينس 2، فالماينس 2 هتدخل على كل الحدود تغيرها، ماينس 2 في 3 تايمز 3 يعني يبقى ماينس 6، ماينس 2 وماينس 1 يبقى 2، ماينس 2 في 0 ب 0، ماينس 2 في ماينس 2 ب 4، ماينس 2 في 1 بماينس 2، ماينس 2 في 3 بماينس 6، في 0 ب 0، ماينس 2 في ماينس 1 ب 2، وماينس 2 في ماينس 2 في 4. يبقى نقدر نضرب الميتريكس كلها في رقم، يبقى الرقم ده هتضرب في كل الحدود. طبعا نفس الكلام هنا، 10 في 1.3 يطلع 13، 10 في 0.2 ب 2، 10 في 3.5 ب 35. دلوقتي هنيجي لضرب الميتريكس. الأول هنضرب صف رو ماتريكس اند كولوم ماتريكس. لو عندنا صف في عمود، بضرب الاليمنت الاولاني في الاليمنت الاولاني، الاليمنت الثاني في الثاني، الثالث وهكذا، واجمعهم كلهم مع بعض يطلعوا رقم. يعني تعال نشوف مثال احسن، 2 في ماينس 5 بماينس 10، ماينس 3 في 2 بماينس 6، 0 في ماينس 2 بصفر، واجمعهم كلهم
يبقى ماينس 10 وماينس 6 يطلع ماينس 16. لما نيجي نضرب صف في عمود لازم عدد الحدود في الصف يساوي، أو عدد الكولومز يعني، يساوي عدد الصفوف في العمود اللي هنضرب فيه. يعني دول ثلاثة، لازم دول ثلاثة عشان كل حد يلاقي حد يتضرب فيه. طيب لو عندنا الأول مثال ماينس 1 في 2 يبقى ماينس 2 مع صفر، 3 في 4 ب 12، وهنا 2 مع ماينس 1 يبقى ماينس 2. ونجمع القيم، هجمع ماينس 2 مع صفر مع 12 يبقى كده 10 مع ماينس 2 يطلع الناتج 8. يبقى نقدر نضرب ليه؟ لأن عندنا هنا 4 وهنا 4. لو بضرب متريكس أكبر شوية، المتريكس الأولى A في B السايز بتاعها، والمتريكس التانية C في D، لازم ال B و C يتساوون زي ما اتفقنا، عدد الحدود في الصف يساوي عدد الحدود في الكولوم، فلازم عدد الأعمدة في الأول في المتريكس الأولى يساوي عدد الصفوف في المتريكس الثانية. ما ينفعش أضرب إلا إذا الشرط ده تحقق، عدد الأعمدة في الأولى يساوي عدد الصفوف في الثانية، وبالتالي الناتج كنسل بقى ده مع ده، البي مع السي دول يساوي بعض، يطلع الناتج عبارة عن A في D، يعني الناتج هيطلع A في D السايز بتاعنا. يبقى A دوت B يساوي A B، هنشوف دلوقتي ازاي نحسبها. وطبعا A دوت B غير B دوت A، يعني ممكن A باي B يتضرب في C باي D لأن الاتنين دول يساوي بعض، لكن لو عكست ممكن الـ A ما يساويش دي فما يتضربوش في بعض خالص، ولو اتضربوا يطلع ناتج مختلف، هنشوف أمثلة دلوقتي. مديني مجموعة متريسيز A و B و C و D و E و F، وبيقول لي أول حاجة احسب A في B. A في B الـ A عبارة عن 3 في 2 والـ B 2 في 4. طالما الـ 2 دي عدد الأعمدة في الأول سواء عدد الصفوف في الثانية أقدر أضرب، والجواب هيطلع 3 في 4. ازاي اعملها دي؟ اضرب الصف ده في العمود، الصف في العمود الثاني، الصف في العمود الثالث، الصف في العمود الرابع. تعال نضرب كده، 2 في 1 زائد 1 في 2 تطلع ب 4 اهي، 2 في 1 زائد 1 في 2. مش هنشوف دي، راجعها براحتك انت، انا هشوف الناتج على طول. وبعدين 2 في ماينس 1 بماينس 2، 1 في واحد بواحد، واحد مع ماينس اتنين اديني ماينس واحد. لسه ما خلصتش الصف الاولاني، اتنين في صفر بصفر، واحد في اتنين باتنين ادي الجواب اهو. بعدين اتنين في واحد باتنين، واحد في صفر بصفر يبقى اتنين. كده خلصنا الصف الاول، ملينا الصف الاول. نمسك الصف الثاني مع كل الاعمدة، واحد في واحد بواحد وصفر في اتنين بصفر يبقى واحد. بعدين واحد في ماينس واحد بماينس واحد، وصفر في واحد بصفر يبقى ماينس واحد، واحد في صفر بصفر، وصفر في اتنين بصفر يبقى صفر. آخر عمود وآخر الصف ده مع آخر عمود، واحد في واحد بواحد، وصفر بصفر بصفر يبقى واحد. خلصنا الصف الثاني، امسك الصف الثالث، ماينس واحد في واحد بماينس واحد، واتنين في اتنين بأربعة، أربعة مع ماينس واحد بتلاتة، ماينس واحد في ماينس واحد بواحد، واتنين في واحد باتنين، واتنين واحد تلاتة، ماينس واحد في صفر بصفر، واتنين في اتنين بأربعة يبقى أربعة، ماينس واحد في واحد بماينس واحد، وهنا صفر يبقى ماينس واحد. يبقى لازم الاتنين دول يتساووا والجواب يطلع تلاتة في أربعة، زي ما احنا شايفين، تلاتة تلات صفوف في أربع أعمدة. هل ممكن نضرب B في A؟ احنا ضربنا A في B مش الحال، لكن اف بي هتتعكس بقى، بدل ما كانت 3 في 2 و 2 في 4 تبقى 2 في 4 الاول وبعدين 3 في 2، دول ما يساويش بعض. عدد الاعمده هنا 4، عدد الصفوف 3، ما ينفعش اخد ده واضربه في ده لان هنا في اربع حدود، هنا بس في 3 فما ينفعش. فنقول not defined او not existing، يبقى ده مش هينفع اضربه. طيب هل ممكن اضرب C في D؟ ده 2 في 2 وده 2 في 2، طالما يعني
مربعة ومربعة أقدر أضرب على طول، 2 في 2 مع 2 في 2 أقدر أضرب والجواب يطلع 2 في 2، 3 في 3 مع 3 في 3 نقدر نسوي الضرب ويطلع ناتج 3 في 3. طب نفس عملية الضرب بقى، 2 في 1 زائد 6 في 3 يطلع ب20، 2 في 2 زائد 6 في 6، 4 مع 36 40، ماينس 1 في 1 بماينس 1، وماينس 3 في 3 بماينس 9 يبقى ماينس 10، ماينس 1 في 2 بماينس 2 وماينس 18 يديني ماينس 20. هل السي في الدي زي الدي في السي؟ لا، تعال نشوف كده. الدي في السي هنبدل مكان التو ماتريسيز. تعال نشوف بقى، واحنا بنضرب 1 في 2 ب2 و2 في ماينس 1 بماينس 2 يبقى الناتج 0، 1 في 6 ب6 و2 في ماينس 3 بماينس 6 يبقى الناتج 0، 3 في 2 ب6 و6 في ماينس 1 بس ماينس 6 يبقى الناتج 0، 3 في 6 18 و6 في ماينس 3 بماينس 18 فالناتج 0. فالجواب هنا مختلف عن الجواب هنا، مش طبعا مش لازم يطلع كله صفار، ممكن يطلع بعضه قيم مفيش مشكلة، ولكن سي في دي زي ما احنا شايفين كانت بقيمة، سي في دي كانت بقيم، أما الدي في السي طلعت بقيم مختلفة بغض النظر هي أصفار أو لا. هل ممكن أضرب الإي في الإف؟ دي عبارة عن 1 في 3 ودي 3 في 1، يمكن طبعا، 1 في 3 وتلاتة في واحد، 3 زائد 3 الجواب يطلع 1 في 1 يعني إليمنت 1، فاتنين في ماينس 5 بماينس 10، ماينس 3 في 2 بماينس 6، وصفر في ماينس 2 بصفر، دي ماينس 10 ودي ماينس 6 طلع الجواب ماينس 16. هل الإي في الإف زي الإف في الإي؟ طبعا لا، الإف في الإي 3 في 1 وهنا 1 في 3، 3 في 1 و1 في 3، الواحد مع الواحد أوكي ويطلع الجواب 3 في 3 زي كده. تعال نضرب كده، ماينس 5 في 2 بماينس 10، ماينس 5 في ماينس 3 ب15، ماينس 5 في 0 ب0، يبقى خلصنا الصف الأول مع كل الأعمدة، خلص الصف الثاني مع كل الأعمدة، 2 في 2 ب4، 2 في ماينس 3 بماينس 6، و2 في 0 ب0، خلصنا الصف الثاني، الصف الثالث، ماينس 2 في 2 بماينس 4، وماينس 2 في ماينس 3 ب6، وماينس 2 في 0 ب0. هل ممكن A تربيع؟ أعمل A تربيع يعني A في A؟ الـ A عبارة عن 3 في 2، ممكن أضربها في 3 في 2؟ لا، لأن 2 ما تساويش 3، لازم لما أضرب ماتريكس في نفسها تكون مربعة، يعني 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4، لكن ما ينفعش تكون مثلا 3 في 1، أقول 3 في 1 في 3 في 1، ما ينفعش، هنا 3 في 2 3 في 2 دول ما يساويش بعض، وبالتالي not defined أو not existing. هل ممكن أضرب السي في نفسها؟ 2 في 2 مع 2 في 2 يطلع الجواب 2 في 2، يبقى أحط السي والسي، طبعا دي الأول دي الأول ما هو نفس الشيء فهيطلع نفس الجواب، يبقى 2 في 2 ب4 و6 في ماينس 1 بماينس 6 الجواب يطلع ماينس 2، 2 في 6 ب12 و6 في ماينس 3 بماينس 18 مع 12 يديني ماينس 6، بعدين ماينس 1 في 2 بماينس 2 مع 3 1، بعدين ماينس 6 مع 9 يديني جواب 3. find each product if it is defined. هل ممكن نضرب الـ A يعني أو two matrices دول في بعض اللي في الـ part A؟ ده عبارة عن 2 في 4 المتريكس الأولى، ودي 3 في 2، فما ينفعش طبعا. ليه؟ لأن لو خدنا الأربعة دول نضربهم مفيش هنا أربعة، هنا 2 في 4، هنا لازم يكون 4 في حاجة، دي 3 في 2 فما ينفعش نضرب، فما ينفعش نضرب. طب دي عبارة عن 3 في 2 ودي 2 في 4، أوكي يمشي الحال، نقدر نضرب والجواب يطلع إيه؟ يطلع 3 في 4، هنا 2 في 2 مع 2 في 2 يمشي الحال والجواب يطلع 2 في 2، نفس الشيء دي. هنا 3 في 1، هنا 1 في 3 وهنا
تلاتة في واحد، واحد في تلاتة وتلاتة في واحد، تلاتة تضيع التلاتة يبقى الجواب واحد في واحد، يطلع قيمة واحدة بس، يعني يطلع الجواب عبارة عن قيمة. طب وهنا تلاتة في واحد، واحد في تلاتة، تلاتة في واحد، واحد في تلاتة، الواحد مع الواحد أوكي، يبقى الجواب هيطلع تلاتة في تلاتة. طبعا كل ده خدنا زيه في الأمثلة السابقة دي، وبالتالي يعني زي كده تلاتة في واحد وهنا واحد في تلاتة، يطلع الجواب تلاتة في تلاتة. ولو كان واحد في تلاتة وتلاتة في واحد يطلع تلاتة تضيع التلاتة، يبقى واحد في واحد يطلع الجواب بقيمة واحدة. وبالتالي ده عبارة عن أشكال خدنا زيها في الأمثلة السابقة نقدر نحلها ونطلع أجوبتها كده. يبقى خلصنا الشرح وخلصنا الأمثلة اللي فيه، واللي هيكون باقي براكتس على ما سبق درسته في هذه الصفحات البسيطة، نقدر نتدرب أكثر بحيث إن إحنا نتقن حل الماتريكس ونطبق كل الأوبريشنز عليها، جمع طرح نضرب مالتبلانك باي أ نمبر أو نضرب تو ماتريسيز في بعض. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح، وأتمنى إن أنتوا تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وتنشروه لزمايلكم، لأن الاستفادة لو وصلت لعدد أكبر ده بيشجعنا إن إحنا نبذل مجهود أكبر. فادعموا القناة بالاشتراك، بلايك، وبإرسال الفيديوهات لزمايلكم اللي ممكن يكونوا في حاجة ليهم، سواء يعني في نفس الكورس ده أو ربما كورسات سابقة. كان معكم مهندس حمادة شعبان، أحييكم وألتقي بكم إن شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.